السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم بدرس جديد من دروس تعلم اللغة الألمانية بالمستوى البيتسفاي. اليوم رح نتحدث عن حرف جر جديد وهو حرف الجر فون. بدرس اليوم رح نتعلم حرف الجر فون مع عدة أفعال اللي هي abhängen von, absehen von, ausgehen von, sich erholen von und erwarten von. وطبعا بهيك مستوى لغة لازم أكيد تتعلم هاي الأفعال كيف تجي مع الفعل وبأي ظرف وبأي حالة. وبآخر الفيديو في عنا مثل حلو كتير، مثل شعبي يقال باللغة العربية ويقال أيضا باللغة الألمانية مع قليل من التحريف. تابعونا بالفيديو حتى النهاية واعطونا رأيكم فيه. خلونا نطلع الفيديو. Deutsch Kurs Beats 5، الدرس 12. Verben mit Präposition، حروف الأفعال مع حروف الجر، حرف الجر فون. الدرس الأول، فعلنا الأول اليوم هو فعل abhängen von. دائما بعد حرف الجر فون يأتي داتيف، حالة الداتيف يعني ما في لا أكوزاتيف ولا شهادة من أحرف من حروف الجر التي يأتي بعدها حصرا داتيف. فخلوكم بهذا الموضوع مركزين، بس داتيف انتهى، ما في تفكير تاني. فabhängen von يتعلق الموضوع بي، فهو etwas hängt von jemandem oder von etwas ab، يعني إن كان شيء أو شخص، يتعلق الموضوع بشيء أو شخص ما، والاسم منه هو die Abhängigkeit، التعلق أو الانتماء بشكل عام. فمثال على ذلك، عم يسألك صاحبك kommst du morgen، هل ستأتي غدا؟ فتقول له das hängt vom Wetter ab، das hängt vom Wetter ab. شايفين الفوم؟ الفوم هون بهالجملة هي عبارة عن فون بلس ديم، لأنه داس فيتا بالداتي بصير ديم، فبتصير تنجمع مع بعضها فون ديم فتصبح فوم، فوم فيتا. يعني هل ستأتي غدا؟ فأقول لا، هذا الموضوع يتعلق بالطقس، إذا كان الطقس يعني كويس فسأتي، إذا لم يكن جيد فلن أتي. مثال آخر، wie viel man verdient hängt davon ab، يعني ما يحصل عليه المرء خلال الوظيفة وما إلى هنالك، hängt davon ab يتعلق بما أو يتعلق بشكل عام welche Ausbildung man hat، أي ما هو نوع الدراسة بشكل عام الذي حصل هذا الفرد. يعني قديش الواحد بيحصل على مرتب يتعلق بالدراسة اللي درسها يعني. وللأسف هذا الشيء غير واقع بحياتنا الحالية يعني، بس انت heutzutage überhaupt nicht، يعني شايفين نحن بحياتنا اليومية في أشخاص تافهين أو بمعنى التفاهة، حسبنا الله ونعم الوكيل، بتشوفهم واصلين للهوى، والأشخاص اللي تعبين ودارسين أو اللي متعذبين بحياتهم بشكل عام ومحصلين درجات علمية كبيرة للأسف عايشين حياة أقل من طبيعية أقل من عادية. هاي الحياة بشكل عام. خلونا نتابع بكل حال. فعلنا التالي لليوم هو فعل abziehen von. تركونا نحن من الفعل abziehen لحاله، بمعنى نحن بناخذ الحروف الأفعال مع حروف الجر. فabziehen von يأتي باستخدام واحد على الأغلب لما بيجي مع حرف الجر abziehen، لما بيجي مع حرف الجر von، فهو بمعنى بغض النظر عن، بغض النظر عن. فدائما تشوفوها الكلمة بهذا التعبير abgesehen von den vielen Rechtschreibfehler ist ihr Text sehr gut، أي بغض النظر عن الأخطاء الكثيرة، أخطاء الكتابية الكثيرة بنصك، فهو جيد جدا، يعني بما معنى trotz dem، يعني in ihrem Text gibt es viel Fehler trotzdem ist ihr Text sehr gut، نصك كثير كويس بغض النظر عن الأخطاء الكثيرة. مثال آخر، die Mission ist gefährlich aber abgesehen davon werde ich sie erledigen، يعني المهمة خطيرة جدا ولكن بغض النظر عن خطورة الموضوع سأنجزها، سأقوم بها. شايفين abgesehen
ضعفهم. تاني abgesehen von, und إذا بدنا نحطها ونحط جملة تانية بعدها abgesehen davon. أما فعلنا التالي اليوم هو فعل ausgehen von. ausgehen بشكل عام إلها معاني أخرى بس نحن بدنا ناخذها مع حرف الجر von ونشوف استخدامها في الجملة. ausgehen von بيتغير معنى هالفعل من خروج يعني الخروج من المنزل إلى معنى يفترض. فنشوفها بمثال حتى نشوف معناها. Ich gehe davon aus. Ich gehe von etwas يعني aus. Ich gehe davon aus. دائما تستخدم بهذا التعبير. Ich gehe davon aus, dass das Wetter bald wieder besser wird. أن الطقس سيتحسن قريبا. يعني Ich gehe davon aus, dass das Wetter بأن الطقس bald قريبا wieder مجددا besser wird أفضل يعني سيكون أفضل. أما فعلنا التالي لليوم هو فعل sich erholen von. يعني sich erholen von يعني يرتاح أو بمعنى وبتجي أحيانا بمعنى يصح يعني صحته كويسة أصبح بصحة جيدة. بشكل عام أنت كان عندك شغل معين وكنت بالعطلة وانت اخذت العطله لتستجم لترتاح لتستجم يعني او لترتاح بشكل عام فانت ارتحت من بالعطله. فمثال على ذلك جيت من العطله فاغلب الاحيان بوسط العمل بالوسط العمل يعني تقال لك هذه الجمله اول ما بتجي على الشغل مثلا بالمدرسه بعد العطله تقول للشخص مثلا Ich hoffe, dass du dich in den Ferien gut erholen konntest. Ich hoffe, dass du dich in den Ferien gut erholen konntest. يعني أنا أتمنى أنك قد استطعت أن ترتاح بشكل عام بالعطلة. يعني ارتحت بالعطلة. مشي حالك. هم استخدمها بدون حرف الجر فون. أما مثال مع فون. Jetzt will er sich am Meer von den Anstrengungen erholen. Jetzt will er الآن يريد هو يريد sich am Meer على البحر von den Anstrengungen erholen من الضغوطات يعني بشكل عام أن يرتاح من الضغوطات يعني يفك عن حاله الضغط النفسي. مثال آخر Hast du dich gut erholt? إذا بدنا نستخدمها هيك Hast du dich gut erholt? إذا بدي أقصد عن شخص كان مريض أو ما إلى هناك Bist du wieder gesund? هل أنت بصحة جيدة مجددا. أما الفعل التالي لليوم هو فعل erwarten. Etwas von jemandem. يعني أنت عم تنتظر تتأمل شيء من أحد ما. Von jemandem بالذاتية. فمثال على ذلك. Ich erwarte Hilfe von dir. Ich erwarte Hilfe von dir. أنا أنتظر منك مساعدة. يعني أنا أنتظر مع الترقب أترقب يعني بتمنى في بالموضوع تمني وانتظار. مثال آخر Eltern erwarten oft zu viel von ihren Kindern. يعني الأهل دائما ما يتأملون الكثير من قبل أولادهم يعني بيتأملوا منهم يصيروا طيارين دكاترة إلى ما هنالك. يعني بيكون too feel هون بتجي لنشرح too feel أنا حكي عنها بفيديو مسبق too feel بتاعتي بشكل سلبي يعني كثرة الشيء بشكل عام بشكل سلبي يعني اللي أفعتونجن تبع الأهل هن زيادة عن اللزوم التأملات أو الانتظار الشيء اللي بينتظروه من أولادهم. أما مثل اليوم مثل موجود باللغة العربية واكتبوا لنا اياه باللغة العربية لنشوف شو معناه باللغة العربية. نحن نحكي باللغة الألمانية. Lügen haben kurze Beine. Lügen haben kurze Beine. أي الكذب له أرجل قصيرة. هيك هن بيحكوا. نحن مثلا باللغة المحكية نقول حبل الكذب قصير. كيف تقولها بلهجتك؟ المعنى. Die Bedeutung. Wer lügt, kommt nicht weit. Es soll daran erinnern, dass die Wahrheit ohnehin schnell ans Licht kommt.
Lügen lohnen sich nicht und gehen immer nach hinten los. يعني بشكل عام من يكذب لا يستمر. Es soll daran erinnern, يجب عليه أن يتذكر أن الحقيقة ستظهر على الضوء. يعني سيسطع عليها الضوء أي ستنكشف. فليوجن لونن زيش نشت. لا يعني الكذب لا ينفع بشكل عام. وسيجعل صاحبه بشكل عام يفقد مصداقيته أمام الآخرين. فبتمنى من الجميع أيضا حاول لا تكذب بحياتك حتى لو كان مزح. وحاول جابه نفسك أيضا بالحقيقة وتحكي الصدق مع نفسك وتشوف وين وصلت. بتمنى لكم النجاح والتوفيق في الحياة في الحياتين الدنيا والآخرة. وبشوفكم إن شاء الله بالفيديو القادم. تحياتنا لكم ومنشوفكم بخير. السلام عليكم.